السلام عليكم متتبعينا الاعزاء داخل الوطن والجاليه المغربيه. كما عودتكم ان شاء الله ديما الجديد، اليوم بغيت نوريكم شقق اللي كيتواجدوا في اير بليس 2، جوج ديال الواجهات، المساحه 168 مليون، كيتواجدوا قرب ليكول ديال المعاريج. كما كتشوفوا هنا كاين الصالون، شقق فينيسيو عصرية، مجموع ديال السكان ثلاثة، كاينة دوبليكس وجوج ديال الشقق. بالنسبة للسطح والدروج راه ملكية مشتركة ومحفظين هاد الشقق، كاينة إمكانية وعد بالبيع. كيتكونوا من تروا شومبر وصالون لاكويزين وصال دو بان، جوج ديال الفرساطات كما كنقولوا، جوج ديال الواجهات ال شوكة. انا كنحاول نشرح للناس باش يفهموا كل شيء شنو كاين. فينيسيو كما كتشوفوا هنا كاين لا كويزين، كما كتشوفوا الاصلاح راه شي حاجه اللي متقونه. ديما الجديد على قناتكم ايموبيلي مسفيوي، كنتمنى من الناس يتفاعلوا مع القناه، جيم بارطاجيو وضغطوا على الجرس، يعاونونا بالاشتراك، انسان ما يخسر والو الا شارك في القناه. حنا راه تنديروا كل ما في جهتنا باش نجيبوا لكم هاد العقارات. شكرا جميع الناس اللي تيتصلوا تيبغيو يتاكدوا واش مونير مسفيوي. شكرا لكم بزاف على الثقه ديالكم. هنا كاين شومبر بالبالكون، فينيسيو عصريه، اللي عنده اي عقار البيع ما عليه الا يتصل على الرقم 0674 55 35 03. الف مرحبا بجميع الاتصالات ديالكم. بزاف ديال الناس يشوفوا القناه ولكن كينساو الاشتراك. كما كتشوفوا الاصلاح عصري اخر ما كاين. هاد الشقق راه كيتواجدوا في اير بليس 2، كما قلت لكم كيتكونوا من 3 شومبر وصالون لا كويزين وصال دو بان. شقق جوج ديال الواجهات ال كما كنقولوا شوكا، ثمن 68 مليون. اللي مهتم عليه الا يتصل، موقع قراب من ليكول ديال القادري والمعاريج. شكرا لكم بزاف، وانتظروا ديما الجديد على قناتكم ايموبيلي المسفيوي.